حرب البشرية ضد الأمراض. بالعودة إلى بداية عصر الحجرية، هنا كان الإنسان يمر بتقلبات صحية بما يسمى مرض، إن كان مرض موسمي أو مستعصية، فبدأ يحاول إيجاد سبل للقضاء على تلك الحالة الصحية، وبذلك بدأ من كل ما يتعلق بالطبيعة، خلط المواد الطبيعية ومما سمي بالأعشاب. هذه المواد الطبيعية التي بدأ يقوم خلطها الإنسان من أجل القضاء على حالة صحية يمر بها الإنسان. من هناك هذا الطب الذي بدأ من الشرق، الجانب الشرقي من العالم، وبذلك بدأ يتطور هذا الطب الأعشاب لسنوات طويلة، ومن ثم بدأ عصر العلم والحضارات الإنسانية وتطور العلم، حتى بدأ الإنسان يعمل دراسة عن كيفية يعمل جسم الإنسان ودراسة الأمراض ودراسة المواد التي تهاجم جسم الإنسان، وهي المواد الغريبة كالبكتريات والفطريات والسموم والتلوث البيئي وما شابه ذلك. ومن ثم بدأ الإنسان يتجه إلى دراسة علمية، ومن ثم تطور هذه الدراسة تطورت إلى دراسات علمية بحثية مطورة، ومن ثم انتقل هذا الطب وبدأ في الغرب مع تطور العلم و أبحاث علمية ومعملية، فبدأ الإنسان المعاصر في العصر الحديث يبحث عن سبل إيجاد قضاء على أمراض وحالات صحية متقلبة، وإلى حين وصل الإنسان المعاصر اكتشاف بأن خلو من المرض ليس مجرد إنسان يعتبر أنه صحي، وبذلك جاء إعلان منظمة الصحة العالمية تحت منظومة الأمم المتحدة بإعلان بأن التمتع بالصحة ليس مجرد خلو من الأمراض، بل الإنسان الصحي هو الذي يتمتع بالصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية. وبذلك مع تطور العلم والتطورات التكنولوجية وفي جميع مجالات العلم، فمن ثم هناك بدأ الإنسان عندما وصل إلى مرحلة التطور في الأجهزة بجميع استخداماتها، هذا يعتبر تطور تكنولوجي، وكذلك الكشف عن الأمراض وحالات الصحية متقلبة من خلال ابتكارات واختراعات لأجهزة طبية للكشف عن أي خلل وجود في جسم الإنسان، وكذلك كيف يعمل جسم الإنسان في جميع جوانب صحة البشرية. وبذلك كما ارتأينا أكبر خطأ الذي ارتكبه العصر الحديث، هنا حول الإنسان على أنه أداة شبيه بجهاز صنعه الإنسان،
بحيث هذا الجهاز الذي يصنعه الإنسان يتطلب إلى استبدال قطع غيار وجراء صيانة دورية، وكلما تعطل تلك الجهاز من صنع الإنسان كلما كان الإنسان خلال تقنياته وتطوراته يتطور تلك الجهاز كيف يعمل بشكل أفضل. وكذلك تلك الجهاز يعتمد على مواد كوقود يعمل تعتمد عليها هذه الأجهزة حتى لكي تعمل بشكل منتظم. ولكن مع الإنسان وكذلك مع جميع المخلوقات هناك، هذا هو أكبر خطأ في تاريخ البشر في علم البشرية، عندما الإنسان على الرغم من تطورات مذهلة في العلم والحضارات وفي جميع المجالات، إلا الأكبر خطأ الذي ارتكبها الإنسان هو عندما يحول الإنسان كجهاز يصنع، مع أن هناك فرق كبير بين المخلوق والمصنوع، فالجهاز مصنوع من الإنسان، بينما الإنسان بذاته ليس مصنوع، ليس كجهاز يعد تركيبة قطع غيار واستبداله. بذلك مع اللجوء إلى تحويل هذه الأعشاب من مركبات ومخلطات التي يقوم بها الإنسان بطرق مدروسة، لكن أصبحت هي تمثل أجسام غريبة تدخل في جسم الإنسان، فبالتالي تمثل خطرا قريبا وبعيد المدى. ولذلك أصبحت كل ما يتعاطى بها الإنسان من عقاقير طبية تمثل وهي مصنوعة من الإنسان، وتمثل هي مواد كيميائية قد تنفع جانب لكن تتسبب أضرار جسيمة بجانب آخر على المدى القريب والبعيد معا. لذلك استمرت هذه حروب البشرية ضد الأمراض حتى في عصرنا الحاضر، على الرغم من هذه التطورات المذهلة في التكنولوجيا وفي جميع مجالات العلم والابتكارات، لكن بجانب آخر ما يتعلق بالصحة البشرية أصبح الإنسان وهو يعاني ويتعذب، وهناك من الذين يعيشون بأمراض مستعصية امتدت لفترات طويلة من الزمن.